session is cardio pulmonary changes at high altitude. لا المفروض يكون كارديو بالمر جيد في حاله الجوت السرفايت قبل هذا الحين ما يمكن حتى ده ما يمكن حتى ده very important session very interesting session لكارديو بالمر جيد في حاله الجوت جيد interesting ركز معايا في الجزء ده لانه السيشن في الحقيقه بيتعلق بداية الخلق أصلاً. جاب الجو ده أصلاً قبل 200 يوم أول مرة حصل 200 وهكذا. ويرتبط كذلك بوجود الإنسان على وجه الأرض قبل 200 سنة. تمام. الآن المجتمع الغربي كم المجتمع الغربي يعني شو؟ منتشر. ها يعني شو الغربي يعني؟ كفار. الغالب عليهم الان عندهم سؤالين مهتمين فيهم جدا جدا. السؤال الاول اصلا كان في شيء what is the starting point what was the starting point كده معاكم اللي قال انت what was the starting point كان في شيء اصلا بس حين الصباح كده كان حياتي موجوده اللي كده ليش كان في اصلا السماء كان قبل السماء كان في شيء وقبل الارض كان في شيء وقبل الاتموسفير الغلاف الجوي بتاعنا ده ها the first point in the discussion of the session the atmosphere كان كم احنا جينا كده احنا جينا كده يعني شو يعني بني ادم لاول مره ظهر على الارض دي جدا السؤالين اللي هم الان يشغلوا اذهان الغربيين المتعلمين بحث الكشف ما عنده اقتناع الا بالدليل العلمي بس الله ذاته ما معك معي مش اسلام الله ذاته هنا شنوها؟ ما يعني بالدليل هنا شنوها؟ عندي ما هذا السؤال حقيقة الوز اللي يسألوهم الآن كان يعتمد في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة لو أرسلنا قال يا رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض؟ كان في رواية أين كان الله قبل أن يخلق خلقه؟ سكت صلى الله عليه وسلم. وش سؤال السؤال؟ بس إيش الاختلاف؟ الصحابي موضوعه بالنسبة له إيش منتهي ما لا إنا فيه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقال له وين كان رب العزة جل وعلا موجود ربما يخلق السماوات ربما نزل القرآن الكريم ذات المفسرين أول هذا الأثر بتفسير هذه الآية في سورة بفاتحة السورة مصحف عندكم صحيح الخطرة دي شيء المصحف الخطرة دي طبعا خطرت على الملك فهد حمد الله يعني تفتح إلى الجاي عندك اليمين نص الصفحة بدأ صورة جونس وبدأ صورة جونس هنا طوالي في الحتة دي رجع النص الحول الحسن في فاتحة الصورة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغ ليبلغ أحسن مسألة أصلا كده ها الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء دلالة على أن العرش نعم من المخلوقات اللي شوها الأولى التي خلق فالشاهد في المسألة أنه جاء كمان مرة ثانية في سورة الأنبياء قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا ها ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وكم ففتقناهما جزء بقى سماء وجزء بيج أرض والبنات كان عبارة عن شنوها؟ عبارة عن أتموسفير. أتكلم عن إحنا حسينها. لكن أنا أنت مطالب إنك تبحث في هذه المسألة. نص القرآن. وسيروا في الأرض. فانظروا كيف بدأ الخلق. إشارة وكفر على شيء بعيد. وسيروا في الأرض. فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله يشوف النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. لأنك أنت على قدر ما تصل لقناعة في أصل النشأة
تزداد اطمئنان هنا في شنو؟ ها في البعث. الله قالك وسيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، وبعدين قال بعدها ثم الله يشهد نشر الاخره ان الله على كل شيء قدير. عشان تقول القران المكي 13 سنه بيتكلم في القضيه بعدين شنو؟ ها هي البعث القيامه. 13 سنه معظم الصور امسك جزء عمر بيسمعوا كل مره، مش كريم جزء عمر كل مره قدام رجعها، امسك جزء عمر بيسمعوا كل مره ده. كل الصور الطويله فيه المحور بتاع السياق الاساسي بتاعها وعباره عن قضيه الناس. هنا اول بوينت ابغاك تفهمها شو يعني الاله المسلمه؟ غير القوه الهوائيه، غلاف قدام الغلاف اللي قاعد قدامنا اسمه الاتموسفير، غلاف الجو. فراغ انت شايفه ده، بعدين عنده حد عنده نقطة كده بنتهي فيها ونطلع بعد ذاك إلى مجال ثاني، ما مجال ثاني. يعني المجال بتاعنا نحن عايشين الآن عليه، ها؟ في الأرض هنا. تتخيل الحكاية الآن عبارة عن الأرض وبعدين فيه شو؟ في قبة هوائية ثم في الغلاف الجوي. يعني كأنما احنا قاعدين في خيمة. خلاص؟ والخيمة دي العرش بتاعي عبارة عن شو؟ هذه القبة الهوائية. والاوتاد بتاعت المضروبه في الارض عباره عن شنوها؟ عباره عن الجبال اللي هي مسبدات، وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، يعني حتى لا هنا شنوها؟ حتى لا تطيب ولا تطحن. شو يعني المسلم في الدرجه؟ كلمه البابو يترك بريئه، ابغاك تفهم في الاول في الاول هنا ايش الحاصل؟ قبال ما يدوها قبال ما نطلع فوق تقعد ما بعد تفهم فوق، ها؟ قبال ما نطلع فوق الحاصل شنو؟ عندك اول حاجه عايز تعرفها كويس جدا البابو يترك بريئه. والاتموسفير بريئه. Or barometric pressure. نفس الحكاية. Barometric pressure. بي كبيرة كده وبي كبيرة لكنها تعيش. Barometric pressure. مرة عنده سبورة حريق. تكتب تزرمون كسبورة. اضطر امسك هنا شو ها؟ لايدي واكتب بالتالي. يعني الحكاية مرعبة جدا. وهنا عنده سبورة ثابتة لكنها هنا شو ها؟ مرة تعبان، يعني لا انتوا فين فايدة للبنات منهم. بارومتريك بريشر والاتموسفيريك بريشر 760 ملي متر سم. الضغط الكلي عبارة عن 760 ملي متر سم. دي 760 ملي متر سم. البريشر ده عبارة عن بريشر معمول بمجموعة من الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. عموهم ثلاثة غازات. نيتروجين، أكسجين، الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد قيمة ما تذكر يعني القيمة بتاعته لكنه مهم جدا. نيتروجين، أكسجين، الغاز ثانياً قلنا الكربون دايوكسيد. الأكسجين تقريبا بيحتل أو بياخد 79% التركيز بتاعه. الأكسجين من التركيز بتاعه تقريبا 21%، صارت كده 100%، لكن ما تعمل بأقل من 100% شوية. بقية الغازات مشاركين في الأقل من شنو؟ من الواحد دي من ضمنها الكربون دايوكسيد بحوالي 0.04. يعني تقريبا هنا كده ركز معايا كويس في الكلام. ركز معايا كويس في الكلام، هنا الآن هنا ده البول بتاعي. ده الاتموسفير اللي عايشين فيه. هي الحكايه عندنا الاتموسفير اللي هي كده ده عباره عن شيء المفروض تعرفه بس ما قلنا هي في الاتموسفير لسه انا اخذ لكم شيء في الاتموسفير. ولا حكي لها ال 79% اللي هي او ال 21% اسمها ذا فراكشنال كونسنتريشن اوف ذا جاس. اسمها شو؟ فراكشنال كونسنتريشن اوف ذا جاس. ليه؟ لأن ال 760 عبارة عن مجموع بتاع الضغط المحدث بواسطة هذه الغازات الثلاثة. يعني جايب ال 760 ملم سوف ميركري هو الغازات الثلاثة النيتروجين والأكسجين والكربون دايوكسيد. بس كل واحد بيشارك بقيمة مختلفة. القيمة اللي بيشارك بها كل واحد فيهم اسمها بارشيال بريشر أوف ذا غاز، ضغط الجسم بتاع الناس. يبغاك تفكر في ضغط الجسم. هذا البودي هو عندك هنا شو موجودة حق الضغط الجسمي. واضح كده؟ يمكن تفرق
the barometric pressure اللي هو الاتموسفيريك بريشر the fractional concentration of the gas وبعدين اللي شنو هي the partial pressure of the gas. كيف هجيب الضغط الجزئي؟ لما اضرب الفراكشنال كونسنتريشن في الضغط الجزئي. يعني جيت انا الاكسجين مثلا في الاتموسفير كير خلاص اللي هو الضغط كل 70 سنتي مليمتر سوبر ميركري ودار اشوف الضغط الجزئي المحتسب على الاكسجين، تركيز الاكسجين 21 تركيز الاكسجين 21 والضغط الجزئي المحدث بواسطه الاكسجين حيكون عباره عن تركيز الاكسجين مضروب في شنو هذا؟ في الكل بتاع الضغط يبقى حيكون عندي هنا ذا بارشال بريشر اوف اوكسجين في الدراي اتموسفيريك اير. كلمه دراي يعني الهواء الغير مشبع بمخالبه. الغيناوي ليه؟ لانه البخار بتاع الماء الضغط بتاعه بيختلف من درجه بتاع الحراره الى اخرى. كمان يبقى مظبوط. يعني الووتر فيبر في درجة بتاع الحرارة مثلا 25 بيكون حوالي 24 مليمتر سم. في درجة بتاع الحرارة مثلا 37 بيكون حوالي 47 مليمتر سم. وقلنا للغيناوي وقلنا دراي اتموسفيريك بريشر. وخذ في اعتبارك انك انت في جسمك عندك هنا شنو هذا؟ عندك ووتر شنو هذا؟ عندك ووتر فيبر. ها؟ وش از سبوست تو بي كونسيدر في الدراي. واضح الكلام؟ لما نجي الان عشان نشوف ذا بارشال بريشر اوف اوكسجين الموجود وين؟ الموجود في الدراي اتموسفير. شو يعني دراي اتموسفير؟ يعني لغينا الوجود بتاع شنو هذا؟ يعني 760 دي البارود البخار المويه ماله؟ ما مشارك فيها، ليه؟ ليه بعدناه؟ لانه بيختلف المنطقه، اما التراكيز ما بتختلف. الغازات الثانيه ما بتتاثر بالحراره. وهو بيتاثر بالحراره عباره عن شنو هذا؟ عباره عن الاتموسفير شنو ها؟ الووتر بيفرت الووتر بيفرت. وانا الان جاي اجيب الضغط الجسمي بتاع الاكسجين في الاتموسفير وبالو دي ديفريشن. تمام؟ بعدين هديك الماشي الاكسجين الساعي كم الاكسجين هذا الاساس يعني الاكسجين الساعي ها؟ نقدم على هذا المبدا. الان انت عندك الضغط الجسمي بتاع الاكسجين في الدرايف اتموسفير كير حيكون عباره عن بي او 2 يساوي 760 مليمتر سوبر ميركري وضربه في شو هذا؟ 24 على 100 بتطلع معك حوالي 160 مليمتر سوبر ميركري. ما انا بتكلم الان ونحن وين في سطح الارض؟ ات سي ليفل ات اير سيرفيس هو سطح الارض. ولو قلنا ات سي ليفل ليش ما نقول ان سيرفيس البحر هنا؟ ها؟ ها؟ لا لا يطلع يقول ها لا 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 هتلقى 75% عباره عن شنو ها؟ عباره عن مويه، وال 25 الباقي عباره عن شنو ها؟ عشان بنقول سيري على مستوى سطح الارض. خلاص؟ الضغط الجزئي بتاع الاكسجين 160 ملم سكوير. قمت انت تعيد شنو الكلام؟ تتكلم تعيد. استنشقت الهواء بتاعك. شنو؟ مشي الاكسجين، مشي الهواء، مشي الهواء. في غير ما في بخار بتاعك. الاير الان بي ساتوريتد سيستم بالاير هذا هو الاير الان والبي ساتوريتد وذ ذيس ووتر فيبر حيشبع الهواء الداخل بواسطه شنو هذا؟ البخار بتاعنا لاسباب لحكم من ضمنها تعادل الحراره بتاع المحرك الجسم المنظوم دراي صعب جدا انك انت شنو هذا؟ تنشر. خلاص؟ موضوع ثاني. انت الان السؤال مع نفسك. الضغط الجزئي بتاع الاكسجين في الهواء المستنشق. الضغط الجزئي بتاع الاكسجين في الهواء المستنشق.
هيضل 160 ولا هيتغير؟ هينقص كيف؟ النسبة الفراكشنال كونسنتريشن ما راح يتغير. الفراكشنال كونسنتريشن في كل الطبقات بتاعت الجو المختلفة واحد. ما في هينقص كيف؟ هينقص انه اشياء 760 دي اطرح منها البخار بتاع المويه الضغط الموجود عندك حتى بعد ذاك ترى ما في شنوها في 760 تمام؟ ما نقبل لما جيت في التراي لما جيت في التراي هنا ضربت 760 طوال في شنوها؟ في 21%. لكن الان لما خش عنده حصل له نوع من شنوها؟ من الساتوريشن اوف ذا ووتر بيبر صار عندي ذا بارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا انسبير اير بيساوي 760 ناقص ووتر فيبر بريشر في الحراره 37 يساوي 47 بخار الماء في درجه الحراره بتاعت الجسم الطف بتاعه يساوي 47 مللتر في المتر هذه معلومه فيكس ثابته ما فيها كلام مفهوم الكلام؟ ووتر فيبر بريشر الضغط بتاع البخار بتاع المويه في درجة الحرارة 37 يساوي 47%. أنا هنا عايز أجيب الضغط الجسم بتاع الأكسجين في الإنسبيرتين يساوي 760 ناقص 47 اللي شايفه دي هنا كده. بعدين حتى بعد ذاك أمره في شنوها؟ 21 على 100 دي بتطلع معاك حوالي كده شنوها؟ حوالي 150 مللتر. نقص ولا ما نقص؟ نقص اشياء نقص ها البارشل بريشر بتاع الاكسجين يا منتشري اللي كان فوق في الدراي اير 160 ملم سوف ميركري الان بعد ما انت استنشقته اللي هو في الانسبير اير صار 150 ملم سوف ميركري بعدين يجي نازل هنا قال هنا قال هنا صح ويجي نازل هنا نفس اللي بعد ذاك الاكسجين ضغط الجزء بتاعه هيظل كما هو 150 ولا هيتغير؟ هيزيد ولا هينقص؟ هينقص ليه؟ كيف يعني بدأت تبغى الغزل؟ ما ادري الكلام بتاع سياسيين، شو اللي بدأت تبغى الغزل يعني؟ ادري كلام واضح بدأت تحط لي في الدورة بتاعتها هينقص ليه؟ من جابي إذا قال هنا حينقص، ليه من جابي ينقص؟ زي ما كان في شيء أثر عليه فوق في شيء أثر طيب بس يعني تي يعني أنت قلت على هذا الأساس يعني يعني صدقت معك ساكنة يعني جاوز يصلح ها وبغض يصدر الكذوب ها ها أيوة ليه حنس المنطق اللي هو كذا بيتهي ورجس ما في شيء نحن الآن في القابلة اللي هنا في الحتة اللي رجس فينا ما في كويس ليه حنس لا ما في شيء ماشي على القابلة في اكسجين حيجي على الكابيلا دي في اكسجين ماشي على الكابيلا دي لما الاكسجين وصل هنا في اكسجين منزل هنا ولا ما في؟ الاكسجين منزل هنا حلو ولكن في نفس الوقت نازل هو شو اسمها؟ جاي ما في مستمر يعني في اللحظه اللي فيها الاكسجين طالع من الفيروس ماشي على الكابيلا من الشارع في اكسجين جاي ولا ما في اكسجين جاي؟ الاكسجين جاي موجود العمليه ما مستمره يبقى هينقص احتمالا على الضغط الجزئي بتاع الاكسجين في الكابيلاري بالنسبه الى الضغط الجزئي بتاع الاكسجين اللي موجود في الهواء المستنشق. حاصل طرح بيناتهم الاثنين هو اللي حيكون الضغط الجزئي بتاع الاكسجين الان اللي موجود في الهواء المستنشق. مره ثانيه ما فهمت حاجه على اي مره ثانيه. ها؟ اسمع اسمع مره ثانيه. طيب هذا هو الآن الأكسجين جهد مستعدين هنا كان 160 هنا كان 100 من جهة الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الألبيروس هيتغير قليل من الألبيروس هيتغير ليه؟ لأنه في أكسجين ماشي على الكابيلا كيف يعني؟ ما في اكسجين حاصل ذا بروسيس اوف غاز اكسجين از جوينج اون شغال يعني لما جاوا هنا ضغط الواجب ايش حيعمل؟ يجي غاز اكسجين مع الغاز اكسجين ده في اكسجين ماشي شو ها؟ على الكابلين
وفي نفس الوقت الأكسجين يا شباب داخل من فوق يبقى الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الأمبيولانس هنا هو عبارة عن حاصل الفرق بتاع الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الهواء المستنشق ناقص الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الأرضية. مفهوم ولا مو مفهوم؟ ممتاز. يبقى ايش انا هعمل الان؟ عشان اشوف الضغط الجزئي بتاع الأكسجين بشوفه ولا ما بشوفه؟ بشوفه. عشان اشوف الضغط الجزئي الان بتاع الأكسجين اللي موجود وين الان؟ كيف؟ بارشل بريشر of alveolar oxygen. The partial pressure of oxygen in the alveolus. I saw in the partial pressure of oxygen in the inspired air minus the partial pressure of oxygen in the bed. Magic. Okay, we'll see. مثلا ماينس اذا بارشل بريشر اوف اوكسجين ان شنو ها اذا كان ناجح انا اوكي ابغى اجيب ده تعرف البارشل بريشر بتاع الاكسجين اللي موجود هنا شنو ها موجود هنا حاسب البريشر مباشره كيف دي اصعب حاجه أخذت معي في بنات فترشوية أخذت معي في بنات فترشوية أخذت معي في بنات فترشوية قالي بارك كويس إنت أحسب استنادا على خط من بعض القوائل دي بس دي عبارة عشرين الإسبانية دي أول شيء أخذت 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 الاكسجين ريشيو بوجي اوردر اسبيراتوري اكسجين ريشيو ليس لا تاني هل يعني كويس هاي انا ما قلت لكم في الفيزيولوجي كده أول مسألة أنا من جديد ما كان ما كان ممكن أشغله من جديد دائري في رأسي ما أنا ما قلت عليكم ما قلت عليكم ما قلت عليكم ما كلام حبيبي أنا إيش أقول دائري أعرف الضغط الجسدي مع الأكسجين الموجود يساوي الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الإنسفير ناقص الضغط الجزئي بتاع الأكسجين في الإنسفير وجدنا في الإنسفيريشن في الإنسفيريشن هو عبارة عن uptake of oxygen from the atmosphere to the tissues and removal of carbon dioxide from the tissue back to the atmosphere. تمام ولا بعد ما؟ وما قلت لك في كل دقيقة بتدخل 250 ملي وتطلع 200 ملي بتاع الكربون دي ما قلت لك لا والله ما صح ما قلت لك تمام انت في الدقيقة بتشيل ها 250 ملي بتاع الكربون وبتطلع هنا شنو ها 200 ملي بتاع الكربون ممتاز لو شفت الكربون دايوكسيد بروديوس كربون دايوكسيد بروديوس يعني كربون دايوكسيد اللي انت بتطلع ال 200 ملي دي وقسمته على الاكسجين اللي انت بتستنشقه اللي هي عباره عن الكونسيوم دي الريشيو دي اسمها ريسبيراتوري كوشنت والايكولايت ريسبيراتوري اكسجين ريشيو الريشيو دي اسمها من الريسبيراتوري كوشن هو اسمها ذا ريسبيراتوري اكسجين كوشن هو يقول له صلوات خلي بالك معايا ها مفهوم ولا مفهوم؟ اسمها ذا ريسبيراتوري كوشن او
اسمها الريسبيراتوري اكسجينيشن. احنا قبل كده عرفنا انه ده ذا بارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا الفيولاي ات ذا اند اوف ذا بروسيس اوف غاز اكسجين هيكون نفس البارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا كابل. تمام يا مدرب؟ البلط لما جاي داخل ودي كتبتها لهم البلط لما جاي داخل كده ها هنا ده هو داخل اسمه ميكس فينوس بلط. اسمه ميكس فينوس بلط. وبعد ما حصل الاكسجين وطلع اسمه شنو هذا؟ ان كابلر الوقت اسمه ان كابلر this is the mix يلز بلط and this is the شباب and this is the ان كابلر. لو تيجي انت في الاكسجين هنا في الحته دي الحته دي الشخص الطبيعي بتلقى الضغط الجزئي بتاع الاكسجين هنا هو نفس الضغط الجزئي بتاع الاكسجين هنا والضغط الجزئي بتاع الكربون دايوكسيد هنا هو نفس الضغط الجزئي موجود ليه؟ لان العمليه بتاعت الاكسجين حصلت وتكون سكسسفول وناجحه المحصله بتاعتها لازم تساوي الضغوط الجزئيه بتاعت الاكسجين والكربون دايوكسيد at the end of the capillary وفي داخل الكربون. يعني الاكسجين جاي البلط جاي ماشي كده الاكسجين حي ماشي مش كده ينزل لحد ما يكونوا كله زي بعض في الحته دي والكربون دايوكسيد هيحصل له شو هذا يطلع كده لحد ما الاثنين يكونوا زي بعض في شو هذا الحته دي مفهوم لكم يبقى لنا الان لما ندير سبايك نخش دي دينا الاثنين مرتبطين مع بعض. يعني لو انا عندي فكره عن الاكسجين كونسومشن بقول عندي فكره كذلك عن شو هذا عن الكربون دايوكسيد كومبوشن وعندي فكره عن الكربون دايوكسيد كومبوشن وعندي فكره عن الاكسجين كومبوشن. طيب وين قاعد نشوف الضغط الجزئي بتاع الاكسجين هنا انا حشوف طريقه دلوقتي شو انا حاعمل شو حقول ناقص ما تنزل حتى ما تجيبها كلها لا دوم شوف على السلام ما تنسي ها هون بيتري فاي ماشي البريشر اوف كاربون دايوكسيد ان الفيولاي ديفايد باي ريسبيراتوري كوشن استفدنا من الضغط الجزئي بتاع الكربون دايوكسيد في الالفيولاي عشان نجيب بيها الضغط الجزئي بتاع الاكسجين في الالفيولاي. كيف؟ لو انا قسمت دي على الريسبيراتوري كوشن ايش هي الريسبيراتوري كوشن؟ كونسيوم طيب ونكسب واعمل دي ضرب واشيء وارق الدين الاثنين ايش اللي حاصل؟ سيجل فاصل الثمانية دي هي القيمة دي كلها هاي بالأكسجين يعني ما ذا ليش أطار يعني ها؟ يا صفق لك يعني ولا كيف يعني ما ذا ليش أطار أنا بتكلم الآن بقول لو أنا قسمت البارشيال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد في الأنفيولاي يا صلوات أنت تعال في الباري في الواتساب وبعدين تقول لي سيجل فاصل خلي بالك معي ونكسب على شنو ها؟ على الريسبيراتوري كوشن لما نكسب على الريسبيراتوري كوشن معناتها قسمنا على ده تمام ولا ما تمام؟ تمام ولا ما تمام؟ يعني كانه هي عباره عن على كربون دايوكسيد على اكسجين ولما نعملها فيه ونقلب البصل والمغام هنضيع الكربون دايوكسيد مع الكربون ايش اللي حيفضل عندنا؟ اكسجين اذا بارشيال برين اوف اكسجين ولما نطلع البارشيال برين بتاع الاكسجين في الانسبير ناقص البارشيال برين بتاع الاكسجين في الكابلري هو عباره عن البارشيال برين بتاع الاكسجين الموجود غير وجه اللي هي دره عند المتزوج دره يعني ها
كويجري دي عندنا محترمة يا أخي جدا كده اسمها ألفيولا الجازي كويجري اللي هي ليه وجدها في معظم الجيجس مظلم اللي عنده respiratory diseases at the end of the day الضغط بتاع الأكسجين هيتأثر ولا ما هيتأثر من حاجة معينة ربنا يتحسب على شيء في الموضوع بتاعته خير اسمع ألف من الكلام شكرا يا أخي يعني هذا الآن نجيب أي بيش تطبق على هذا المعادلة الأصل في المسألة يكون partial pressure في الأرضية بعد ما نجيب وأنا عندي partial pressure بتاع الأكسجين في الأرضية الشخص الطبيعي لو طرحت partial pressure بتاع الأكسجين في الأرضية في الأرضية ناقص البارشل بريشر بتاع الاكسجين في الحته قبل الفوق في الشخص الطبيعي المفروض يكون بيساوي هنا شو هذا؟ ونريد الفرق الكبير معناتها العمليه بتاع الاكسجين فيها اشكال فيها اشكال وعلى كثر الحجم بتاع الفرق على كثر يكون هنا شو هذا؟ اشكال في الاكسجين هي نقطه المعادله بس احنا الليله حتزيدنا في الغايه دي يجيب اي بيشن عندك في المستشفى عنده respiratory diseases at the end of the day في آخر المطاف ما يجيب at the end of the day الضغط الجسد بتاع الوصير احتسن معي الاحتسن لما نطبق عليه الالفيولار جاز اكويجن عشان اقدر بيها اعمل بيها استيميشن بعبارة عن تقدير اقدر بيها شنوها اقدر بيها الكارب والاكسجين اللي موجود في الاندرويد واذا كان وصل الشخص ده طبيعي الأكسجين اللي موجود في الأنكا بلاني والأكسجين موجود في الأنكا بلاني يكون بيساوي ليش بها؟ يكون بيساوي صدق لما الفرق ده طلع كبير معناته عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة وعلى قدر ما الفرق كان كبير على قدر ما ليش بها؟ أنا قلت السيس كان موجود اسمها ألف ولا كاز كويشة درة محترمة جدا من في اللغة في الاسبايتر في الصور هالطبيب اللي حتعرفه واقعة جدا 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 واضح الكلام؟ طيب الاسبانيك الكوشن يا صلوات تكب بوين ايه ونجبونا نعمل هنا شو ها واحد فكأنما الان هنا شو ها جعل واحد خلال مرش نجبونا نعمل هنا شو ها واحد يبدأ حكو عندي الان الضغط الجزء بتاع الأكسجين عندي موجود في الألجولوس بيساوي الضغط الجزء بتاع الأكسجين في الهواء المستنشق ناقص الضغط الجسمي بتاع الاكسجين مع الكربون دايكسايد الموجود في بتاع الكربون دايكسايد الجماعي عفوا على هي شو ها على الاسبيرتوري كوشن ده هنا جبناه كم هنا؟ 150 نحط 150 تعدي نحط 150 تعدي شخص الطبيعي ذا باسيان بريشر اوف اوكسجين الكربون دايكسايد او البارشل بريد اوف كربون دايكسايد في الالفيولاي يساوي 40 ملي يا بابا يا بابا الضغط الجزئي بتاع ثاني اكسيد الكربون في الحويصله الجويه يساوي 40 ملي قبل ما يصير جاز اكسيد ما هو مع قبل ما يصير جاز اكسيد جاز اي واي ما كان جاي ما مستمر بس السيو مستمر يا تنهاف يمشي قبل ما يصير والله حكايه مستمره انت حاسي كم الجلوكوز عندك؟ مثلا 100 ملي جرام في الجسيد، اقل من 100 ملي جرام في الجسيد، بكل فاصل. في قبل ولا بعد؟ ما في موجود حكايه مستمره، ذيس از دايناميك بروسيس، شنو قبل ما يصير؟ 46 موجود هنا. وهنا كم؟ وهنا مثلا هنا كم؟ هنا كم؟ 40 يعني طيب كويس ما ست ولكن طيب هيتساوي الاثنين وده كم هنا؟ ده قبل الاكسجين كم؟ وبعد الاكسجين كم؟ هنا ده بعد الاكسجين 40 هنا لكن العمليه دي عمليه مالها؟ عمليه يبقى الباسيت بريشر بتاع الكربون دايت انا ما عندي حاجه هنا قبل الاكسجين وبعد الاكسجين لان البروسيس مالها مستمره يبقى البارشل بريشر بتاع الكربون دايكسايد في الجولاي كم؟ 40 صح؟ 40 تمام ولا تمام؟ الماكسيموم 40 على 0.8 بتاع الصلوات دي ها؟ الماكسيموم 40 اداء يكون ناقص 40
على هنا شو هذا؟ بوينتين. ناقص كم يعني؟ ناقص مرات 40 على 8 من 10 خلص ما في قبل 40 على 8 من 10 50 40 على 8 كم؟ 50 ده ده طلع بوي 50 40 على 8 من 10 كم شو؟ 50 150 ناقص 50 كم؟ 100 يبقى البارشيت كلير اوكسيد في الارض لايكس 100 يبقى البارشيت بريك بتاعت اوكسجين في الارض لايك بدون حاصل مش شخص اللي يسوي ايش راح؟ هو ياخذ الانفو هو الانفو يسمى هذه الفو اللي هنا عاد احسب هنا اعطني هنا البارشيت بريشر الان بتاع الاوكسجين اللي موجود في الارض الواي الان بيساوي ايش راح؟ بيساوي 100 مليون بدون حاصل في الشخص الطبيعي ده حاضر في الشخص يا ترى ليه انا بهتم بهذه المساله لانه كل ما زاد البارشيال بريشر بتاع الاكسجين في الالفيولاي حيكون عندي زياده كذلك في البارشيال بريشر بتاع الاكسجين موجود هنا في الكابيلري وكل ما زاد البارشيال بريشر بتاع الاكسجين في البلط كل ما زادت الدرجه بتاعت التشبع بتاعت الهيموجلوبين بالاكسجين وكل ما زادت الدرجة بتاعت التشبع بتاعت الهيموجلوبين بالأكسجين كل ما كان الكمية بتاعت الأكسجين المحمل الواخد الهيموجلوبين مالها كثيرة وكل ما كان القيمة بتاعت الأكسجين مالها عالية وده الحاصل عندي في الوظائف الصحية بهذه الأرقام يلا تعال نطلع الفوكشن وين وين الأرقام يا وين يا رب ممتاز ما أعرف وين وين بايع كيف صار سوف نعيش PO2 هنا 100 مليون في CO2 هنا كم؟ 40 مليون خلي بالك خلي بالك كله بالسؤال بتاع من جابي ده خلي بالك خلي بالك Here we are This is the next virus block This is the next virus block In the PO2 Of the mixed venous blood is 40 millimeters of mercury. And the PO2 for oxygen in that UI is 100 millimeters of mercury. As you can see, it's the oxygen. And this is the basis of the gap. The oxygen is high enough. And the blood is high enough. PO2, 40. Where is it? 100. 100. PCO2 هنا كم؟ وهنا كم؟ 40 ايش حيعمل؟ At the end of the capillary the PO2 and the PCO2 will be equal to the PO2 and the PCO2 at most ليه لأن العملية بتاعت الأكسجين مالها اكتملت في النهاية لازم يكون هنا شو ها؟ ها؟ بتوزع لو طلعت الاثنين يساوي صفر لو جيت شفت البارشيال بريشر بتاع الأكسجين هنا في الأرديولوس طلعت منه الباسيا بريك على سين في الكابيلاري الشخص الطبيعي المفروض يكون بيساوي ايش؟ صفر صفر بيسميهم A minus A gradient بنكبر الفرق لحد 6 ملم سكر بنكون الفرق ما يزيد من هنا شو ها؟ 6 ملم لكن الاصل هنا شو ها؟ أصل إنه يكون هنا شو ها؟ ها؟ A minus A صفر ها؟ هنا عندك هنا 100 هنا وعندك هنا 100 A minus A هنا شو ها؟ minus A كده نطلع ممتاز نجي نطلع فوق شوي في أرقام شوف الزبط طاير هنا طاير هنا طيب ما حاسب والله ما حاسب بس هو مضايقني يعني بس ما في زبط طاير معقول يعني معقول
طيب مجتمع شوي مشكلة. هاي عندهم حتة في الجنوب تاني مجتمع اسمها عالي شوي. السؤال عندنا أنت مجتمع شوي. هاي سبيبة. سوريا حبشة أول بقعة في العالم وصلت دعوة الإسلام خارج منطقة الله المدرب الدليل هي بتاع الحبشة ذاك هي السودان يعني معتز بالجوار بتاع الإسلام من الشرقية. بتشوف عاد تشوف كذا تذكر حياة كبيرة. هذه عظمة متناهية. أول بقعة على وجه الأرض. تصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. ليش كان؟ هو اسمه لا. سيوبيا مثلا ما كثير بس في ارقام كذا بيكون عارفها كل ما تطلع لفوق كل ما يقل الضغط الدرجي فراكشنال كونسنتريشن اوف ذا غاز ما بيغير هو كيف قد بتغير هو عباره عن شنو البارومتر بريشر لكن بالضروره طالب البارومتر بريشر تغير وان كان الفراكشنال كونسنتريشن ما تغير الضغط الجزئي عايش على صوت الاشتباه. الضغط الجزئي كلام من نوع حسن. زاد الضغط الجزئي. زاد التشبع. زاد الأكسجين وهكذا. وتوقع في الأماكن العالية يكون في مشاكل بالعجل الشهاب. بتاع الأكسين ها. هو مصاب في الشهاب. مصاب في الأكسجين. الفكرة الأساسية كلها في الموضوع. يكون في مصاب في الشهاب. مصاب في الأكسجين. أفهم طلعت الآن. الطائف مثلا بتكون في حدود 8000 9000 كيلو متر. أقرأ نفس التكنولوجيا استخدمها حتى شوية 10,000 جنيه ما تنفع مشان الكلية موضوع واحد تحت تركب الطيارة مثلا أول ما تركب الطيارة كابتن كلمة يقول لك حنحلق على ارتفاع كذا أنت ترخي أموالك عشان تعرف روحك وين بعدين تجي تسوي بعد ما يفهم أي حاجة ترخي أموالك تعرف الارتفاع ده وين يا حيكون شكلها كيف بعدين
ولك في حالة انخفاض. ولك في حالة انخفاض مستوى مو بلك مو عارف ما غير. ما ها؟ في حالة انخفاض مستوى الأكسجين في الدم عبارة عن صح ولك في حالة انخفاض الضغط الجسدي. في حاله انخفاض الاشتهاء الضغط الجزئي بتاع الاكسجين يقول لك شنو تتدلى هذه الكمامات اللي هي عباره عن شنو يبقى القضيه القضيه بتاع شنو ها القضيه بتاع الاشتهاء بعض المرات يكون في بنات كده فاضي الله يجزاها سيدنا ها برضه يعني يغفر لنا وليهم الاسلام ما قال من ما تشتغل لا حول لكن وضع شروط هذه الشروط إلى أولئك نزال في الطائرة لا تنطر الميدان ما ماشي حتى زي ما قلت كده جامعة تانية في السلام الله ينتقل في الجامعات المكانية ما زي كده عندها لهم محاولة يضافية لازم تطلع مدينة تانية مدينة تانية عشان انت ماشي مشكلة تانية طبعا قلت لك هو المدينة مثلا كان مثلا بس خليك إذا سافر يقوم يقوم بعد الناس
بل نص تماما سبليوس اللي هو 200. أول ما تسمع قالت في الطيارة أكثر من 19,000 وتطوال يقول الأمور بقت في إشكالها. بنت البيضة 380 مليمتر ما نزل النص. لما تجي تعمل الحكاية بتاعتنا تعمل نفس الحكاية، شوف الدراي كم وشوف السباير كم وشوف هنا في شنو هذا في الأرض في لايكم بنفس الخطوات اللي قلناها، ده هنا في الدراي صح؟ وده هنا في شنوها؟ في السباير، وده هنا في شنوها؟ ده في الأرض في النص. تاخذ فكرة عن إنه الآن الضغط الجسمي بتاع الروتين طبعا الطيارة سمبر جرايس، لكن الأصل في المسألة لو أنت كنت مفرغ في الحتة دي في الخارج ده كان حصل لك. لو 19 دي مش هتبقى 29,000 كده 29,000 كده الطاسم ده 253 ملم سكوير كم؟ 29,000 كده 19,000 كده 29,000 كده لما ركز معاك كويس لكم حاضر ساعدنا ثاني كده بعد نعم لو طلعت في 29,000 قدر مثلا يبقى 253 تعال لو شلت ال 253 دي طبقتها هنا في الكلام ده هيكون البارشيال بريشر بتاع الاكسجين بتاعك في الارتيريا الضغط 3 ملم سكوير. بعدين الفلتر بتبقى كويس. ها؟ لو انت طلعت في 29,000 كده اللي هي القمه بتاعت ايفرست. القمه بتاعت ايفرست صمت اوف ماونت ايفرست 19 في البيز بتاع ايفرست. القاعده دي. 29 في شنوها؟ في الصمت. وكم اكتب الرقم ده؟ 253 مليمتر سكوير اجري عليها العمليه دي كامله كلها. هيطلع لك هنا بعدين البارشيال بريشر بتاع الوسيم اللي طلعت هتلقاه في شو 3 مليمتر سكوير كده، لكنك انت برضك على قيد الحياه. هتلقاهم 3 مليمتر طيب بعدين طيب كيف الانسان حيكون عايش وهو عايش يعني بايدين؟ ارسلوه هايبر فنتيليشن يعيش؟ ارسلوه هايبر فنتيليشن والهايبر فنتيليشن الحاصل ده هو اللي هيفعلوه بارشل فريير كابلس دي اهم حاجه This is the most important دي اهم حاجه هايبر فنتيليشن دي اهم شيء الحاجه الثانيه الحيوانات يزيد الانتاج بتاع كليات الدم الحمراء عشان يزيد الهيموجلوبين ويزيد الان وتلقى الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين يكون عالي جدا ودي الحاجه الثالثه بيعمل شيفتنج اوف دوكسجين هيموجلوبين ديسوسيشن كده تو ذا رايت سايد الحاجه الرابعه بيجيب كابلريز كثيره جدا زياده سيستميك كابلريز تزيد صداقه والانفليشن والانزيم البايوكيمستري يبتدي يشتغل الحاجه الاخيره في ظهيره ما مفيده ما معروف سبب شو هايبوكسي بالمونري فيزو كونستريكشن سلو بالمونر هايبرتنشن الظاهر انه مضر لكن اكيد عندي بس ايش اللي معي راجع ده ده كويس جدا لانه في اي مشكله قال لي لو تعيش ان شاء الله قول ايش قول ايش قول ايش قول ايش